بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح درس من دروس الأوتوكاد نسخة 2024. نفس الدرس ده ممكن ينفع على النسخ من 2020 ل 2024. أنا عندي صورة زي ما احنا شايفين، والصورة دي جي بي جي. إزاي إن أنا أضيف الصورة دي على برنامج الأوتوكاد، وفي نفس الوقت إزاي نحول الصورة الرسومات اللي موجودة فيها لخطوط ممكن إن أنا أتعامل معاها في برنامج الأوتوكاد. هنروح على برنامج الأوتوكاد زي ما شايفين كده، وهاجي عندي هنا راستر تولز، ودي احنا بنحملها بعد ما بنحمل برنامج الاوتوكاد بتحمل راستر تولز، تمام؟ بدوس عليها بالشكل ده كده، واجي اقول له انزرت. هنا بيفتح لي اهو راستر ديزاين، وهاجي هنا اقول له على دي واجيب الصوره اللي انا عايزه اضيفها اهي، تمام؟ وبعدين هقول له زوم تو ايمج من هنا، وبعدين اوبن. هنا بيديني اعدادات، انا الاعدادات دي هسيبها زي ما هي، اقول له نيكست نيكست فينش. ادي الصوره نزلت لي زي ما احنا شايفين كده. طيب احنا عايزين بقى نحول الخطوط اللي في الصوره دي لخطوط اقدر اتعامل معاها في برنامج الاوتوكاد. هاجي بقى اشيل الخلفيه الاول اللي هي البيضه اللي موجوده دي، هروح على راستر تولز وهختار بروسيس ايمج، وهفتح السهم من هنا كده واقول له تشينج كولر ديبث، تمام؟ ادوس عليها كده واختار اول واحده اللي هي بيتونال. هاجي اكتب حرف البي من الكيبورد وبعدين انتر. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح على كلين اب. هنا عندي ايديت وكلين اب، هاجي افتحها بالشكل ده كده واجي اقول له انفرت. زي احنا شايفين اتشالت الخلفيه البيضاء وبقى الملف عندي زي ملف الاوتوكاد بالظبط. طيب لو جينا عملنا كده نفس الخطوط ما نقدرش ان احنا نحددها. طيب احنا عايزين نحدد الخطوط دي عشان نعدل على الرسمه دي، نعمل ايه؟ هاجي عند راستر تولز هنا، وعندي هنا بريماتيفز، تمام؟ بفتح السهم بتاعها ده، فيها لاين بولي لاين ريكتانجل سيركل ارك. انا هختار اول حاجه اللي هي اللاين، تمام؟ واشوف الخط اللي انا عايزه احوله. انا مثلا عايزه احول الخط اللي هو صوره عندي مش قادره اتعامل معاه لخط اتعامل معاه في برنامج الاوتوكاد. هاجي ادوس عليه بيقول لي سبيسيفاي 1 بيك بوينت، تمام؟ انا هدوس عليها بالشكل ده كده، وبعدين هختار اول نقطه واخر نقطه من الخط، شايفين هو بيحددها لي، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر وبعدين انتر. هنيجي هنا اهو حوله لي الخط زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا دوست عليها تاني وعايزه الخط ده اهو، وبعدين بحدد اول نقطه تاني نقطه هنا اهي، شايفين جايبها لي اهو، وبعدين ادوس انتر انتر حوله لي الخط زي ما احنا شايفين كده اهو، شايفين ادي دي الخطوط. ممكن انا اعدل عليها زي ما انا عايزه لو انا عملت خط كمان اهو، حدد اول نقطه وتاني نقطه من الخط، وبعدين يمين الماوس انتر وبعدين بيمين الماوس انتر. يبقى انا كده عرفت ان انا احولها لخطوط في الاوتوكاد ممكن ان انا اتعامل معاها. طيب لو عندي ارك، عندي ارك هنا اهو، هاجي اختار من هنا ارك، هاجي ادوس على الارك اهو، الارك ده اللي هو بتاع الصوره هنا حوله لي خلاص. ان انا لو دوست على اسكيب من الكيبورد مرتين اتحول لي الخط بالشكل ده كده، شايفين بالشكل ده. ممكن ان انا اعدل عليه زي ما انا عايزه. هاجي اجربها لكم تاني، انا عندي ارك هنا اهو، بدوس على الارك اللي انا عايزاه بعدين اسكيب من الكيبورد وبعدين اسكيب، اتحول زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نضيف صوره عن طريق راستر تولز او راستر ديزاين في برنامج الاوتوكاد، وازاي ان احنا نحول الخطوط اللي موجوده في الصوره دي لخطوط ان انا اقدر اتعامل معاها في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.